يا خويا شنو الاسم ديالك؟ حريق يونس. علاش بغيتي تنصح؟ ما كايناش ما لقيتش المعاون المساعده في البلاد. انا دوزت شي سجان الزنقه من صغري ملي كانت عندي 14 سنه عشت على ظروف صعبه فهمتي ما لقيتش المساعده. ملي تدوز السجن تدق على شي باب تقول لك جيب لينا فيش كيلومتري. فمن بعد ما تت الناس هادو ماشي يقولوش لي ضارب الحافسه ونعاونو مسكين كون راه ما كانش عنده العقال او دخل باطل وما كاينش اللي يرحمك ما كاين والو الا الله سبحانه وتعالى. دابا انا عندي ثلاثه البنات سينو ملي تنبغي نخدم. اذا مشاهدينا الكرام مرحبا بكم على هذا البث المباشر على قناه الشعب شوف تي في، بث من قلب الدار البيضاء بالضبط في مولاي رشيد المسيره. هذا واحد الشاب اللي عنده واحد الظروف صعبه، شاب كان سجين سابق ودابا متزوج عنده زوج الوليدات، ما لقاش يد المساعده وحنا غنعرفوا القصه ديالو كامله كيفاش دخل السجن وكيفاش فكر انه ينتحر. نشوفوا واش غادي يقول لنا. انا مسمى حريق يونس، عام 1985 تخلقت. ملي كانت عندي 14 سنه وانا خارج من الدار ديالنا، ماشي الدار ديالنا غير دار جدي وكبرنا معاهم. من بعد شنو الظروف خلاك تخرج من الدار؟ كان الوالد تتخاصموا والوالده واحد الوقيته وكان كانوا مشاكل عائليه. من بعد خرجت من الدار صافي، خرجت من الدار التشرد والزنقه، طلعت لطنجه وبقيت في طنجه واحد المده. تعرف الزنقه وادي وادي شي عائله في طنجه طلع شي عنده؟ لا والو ما عندي حتى شي واحد عندي الله فهمتي ما عندي حتى. كنت باغي نحرق الاوروبا باش نعاون الوالده ونعاون دارنا ونبني حياه جديده لخوتي. ما ساهلش الله، هبطت لهنا عاوتاني لكازا، مشيت لدار جدي اللي غادي اللي هما دار جدي، لقيت مشاكل مع واحد خالي عنصري شويه. صافي خرجت للزنقه هبطت للمدينه وليت معاشر شي وحدين، وبالحق ما سرقنا ما والو فهمتيني، غير كان واحد السيد من رجال الامن من سمح لي لدنيا لاخره، هو اللي كان السبب ديالنا تدخلني للحبس، هو اللي كان السبب ديالي تدخلني للحبس. علاش دخلتي السجن اول مره؟ شنو كان السبب؟ غير كنا ناعسين، حتى شي حاجه ما كاينه، كنا ناعسين باش نهبط للمرسى الريسي. كانت هذاك الوقت اكنون واكدال واتزيد شي باطوات. ومن بعد هذاك رجال الامن هما غير دايزين، انا خارج من هذيك الفيلا انا والصديق ديالي باش نهبطوا للمرسى، تلاقى بينا عاود رجعنا داروا لنا المينوطات، لقاو العباد ناعسه صافي دخلونا للحبس. ما حقوا معنا ما والو، من 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 الكوميساريه لعند الوكيل اعتقلنا، من عند الوكيل لعند الرئيس. تحقيق عام ونص، بعد من عام ونص صافي دخلت للسجن ضربته، وفي الاخر عطانا عام ونص، ما عندنا ضحيه ما سارقين ما عندنا حتى شي حاجه. كنت باقي صغير ديك الساعه؟ كنت باقي صغير، علاه غادي نخرج للطريق؟ ملي تشوف راسك ضارب عام ونص ديال الحبس وانت كنتي بواحد الاطار ديال باغي تهاجر لاوروبا وصافي صافي دمروا لك حياتك. تما بدات المسيره، بديت تنسرق وليت تنخون. بعد ما خرجت من الحبس صافي ما بقيتش باغي اوروبا، وليت تنقلب على السرقه حيت حقدوني صافي، وليت تنسرق هذيك الساعه، ما بقيتش نقلب انا على اوروبا، وليت تنسرق وليت يعني دخلوني لواحد الاطار ديال الحبس يعني صافي. ولا تجيني دابا انا الحبس عادي، ولا تجيني الحبس عادي، مساله عاديه تيجي الحبس يعني، ماشي شي حاجه يجي الحبس ولا هادي ولا نقول لا راه غادي نتخلع صافي، ولا تيبان لي الحبس عادي صافي. دابا ملي درت وليدات بعدت من هذيك الطريق وحاول. ما تزوجش زعما، شحال ضربتي في الحبس انت عاد تزوجتي وفوق تزوجتي؟ ضربت. عرفتي على الانسانه؟ هذه الانسانه بنت الناس صراحه الله، بنت الناس بنت عائله. انا اللي كنت لافوت، انا اللي فهمتي، انا اللي عرفتني وانا اللي كنت لافوت وانا اللي صابره معايا مسكينه لحد الان كاع شي مشاكل عائليه، ولكني الحمد لله غادي تصلحوا. علاش هاد المشاكل العائليه؟ قلت شي تشوف راسك ما خدام ما والو، وليت الباب اللي ودابا المشكله تمشي شركه تطلب منهم الخدمه تيقولوا لك تيدخلوك الشهر الاول باقي ما كملتيش، يقول لك جيب لينا فيش بيليمتريك حسن السيره. ملي تجيب حسن السيره عامر تيقول لك لا انت مدوز الحبس، ومن بعد هذا السالير شحال تيعطوك؟ 2200 و 2300 درهم انت وكلبك، جبت الرواح خدامين ب 2200 درهم، الكلب وموله. يعني انتيا باغي تخدم وتيطلبوا لك كلب او ما يطلبوش الكلب وتيعطوك 2200 درهم فيها ترونسبور فيها ماكله، وتتقول هاني نخدم ماشي مشكل، بهادي نقدر ندير حاجه اخرى. ولكن هاد الناس راه ما خدمونا ما والو. حتى جات المبادره الوطنيه ديال سيدنا الله يخليه لينا،
وما داروا معايا والو. تتعرف الناس فهمتيني دابا تتعطيهم الوراق وهادي تدور من حداه صافي تينساك. علاش هو ما على بالوش؟ هو مدبر على راسو يشوفك انت يشوفك الله سبحانه وتعالى. شحال تقريبا ضربت ديال السج؟ حيت كان ضربت بزاف ضربت بزاف ضربت بزاف مقرد هذاك الشيء. ما شحال تقريبا المده ديال السجن؟ بزاف بزاف فوق من شي 10 سنين بزاف. هادشي كامل كان سبب المشاكل؟ كان سبب مشاكل عائليه والسكن. دابا ملي تخرج من السجن تبغي تمشي لداركم، الام ما عندهاش، مشي لدار جدك، جدك ما فهمتيني ماشي دار ما محسوبش عليه انت اصلا فهمتيني. الوالد الله يرحمه حتى هو طيح عليه في العلي، ما بغيناش نحاسبوه الله يرحمه في هذا النار، ما دارش لينا قبر الحياه وفهمتيني. كاع العباد الدراري صحابي اللي هما راهم يدخلوا لديورهم وانا ما عنديش فين ندخل، هذا هو اللي كانت الزنقه راه هي دارنا حنا الكبيره، هذا الشيء اللي كاين. وفاش تزوجتي بمرتك ولا عندك لا خدمه لا والو، واش كنتي كتعيش انت وياها؟ هذيك الساعه انا ما نكذب عليك ما والو، انا قلت لك كنت نسرق. انا كنت متزوج وكتسرق؟ كنت متزوج وتنسرق ومع ما على والو، ما 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 فراساش انا كاع تنسرق ولا تنقول لي شحال. تنقول انا راه خدام في القريه تندير فيرنيسور فهمتيني، كان عندي كومبليزو تنقول انا تندير فيرنيسور. ملي تنشم جاي داخل راني سينو دير فيرنيسور راني خدام فهمتيني، وانا تنمشي نخون. يا ربي تسمح لي واحد القضيه بغيت نقولها للناس، راه حتى شي واحد ما باغي هذه العاده، راه حتى شي واحد ما باغي يدي ديال عباد الله الا والضروره، الا الضروره اللي تتحكم عليك باش دير واحد الحاجه. دابا راه كاينين الناس عندهم شهريات وانتم راه تتعرفوا هذا الشيء، ما كاينش اللي ما عارفش هذا الشيء وتيطلب المزيد. انا ما عندي والو، واش عندي؟ عندي الله. بعض المرات تتبيع حوايجك باش تصرا باش تاكل باش فاش عرفاتك ماتش كتسرق وشنو درت معاك؟ واش تشديتي؟ واش كنت مزواج كتسرق ولا؟ تشديت وجات لعندي ودعات دار الطلاق شقاق وبقيت تنطلب فيها وقلت لها انا ما نبقاش نسرق وهادي وهادي وهادي. الصراحة الله يا بنت الناس ما بداوش نكذبوا اليوم. جات السرقة فاش جات باش نسرق؟ جات السرقة من بعد؟ مشيت خدمت وما خدمونيش. انا تنقول لك مشيت لواحد الشركات وعطيتهم السي في، شركة خدمتني من بعد قال لك جيب لينا فيش بيليمتريك. مشيت لعند هذاك اللي مكلف ديال السيكوريتي قلت له شوف خويا راني ضارب الحابس وراني هادي وراني نسيت هذا العالم. قال لي ما يمكنش لي ندير فهمتيني، ما يمكنش لي انا الا درت شي حاجه غادي نخرج على خدمتي. صافي خرجت هذاك النهار من الشركه الغد ليه بعد الغد ليه، صافي مشيت للحبس عاوتاني. علاش؟ شو السبب؟ السبب ديالها تجاره، هذا من غير سرقه تجاره. يعني كدير شي حاجه اللي كتخالف القانون باش تعيش؟ تتخالف القانون باش تعيش، ولكن انت راه ماشي انت اللي باغي تخالف القانون، راه هما هذوك اللي مكل هذوك المسؤولين هما اللي تيقولوا لك خالف القانون اللي بغيتي تعيش دابا. ودابا انايا انا راه باقي فيا انا تنقول للمشاهدين الكرام انا راه باقي فيا منخون، اقسم بعزة الله وباقي فيا ندير العجب، ولكن الله سبحانه وتعالى قسما بالله وبعزة الله ما نوكل بناتي الحرام. اقسم بعزة الله، اقسم بلا اله الا الله وربي راه شاهد علي واقف قدام بيت الله، يا ما نوكل بناتي الحرام. عرفتي علاش ما نوكلهمش الحرام؟ حيت هذاك الشيء خيال، باغي نعيش الحقيقة ديالي وما تنتخدر ما والو. الحمد لله هذه مرضاة الوالدة، ما تنتخدر ما والو، ما تنديرش كاع الممنوعات كاملة كاملة الممنوعات حياتي. عندي ثلاثة البنيات، الكبيرة عندها 12 عام والصغيرة عندها شي ربع سنين وشي حاجة والأخرى عندها شي عامين وشي حاجة. فين كتسكن دابا؟ فين مسكن وفين معيشة؟ ودابا راه ساكنين في واحد الدار دابا بيدي ما مخلصش الكرا، قسما بالله ما مخلص الكرا. دابا راه الكرا راه هو تيتسالي من الدار المودة، واليوم راه خمسة في الشهر. واش غادي نقول لك؟ غادي نشوف تنايا غادي نبيع هذوك الحوايج وغادي نمشي نتجروق عاوتاني، وهذا الشيء اللي كاين. يعني انت كتبيع حوايجك دابا باش تعيش؟ عشان باش تمشي تبيع حاجتك باش غادي تاكل وتشرب، باش غادي تعيش، باش غادي تعيش، ما كاينش باش تعيش. انا الامل الوحيد اللي كان عندي هو هذه المبادره ديال سيدنا الله يشافيه في هذا النار والله يخلي لي صحيح شو. هذاك الملك ديالنا تيبقى، وكل احترامات للملك، وتنقول للمسؤولين الله يجازيكم بخير، تعاونوا مع الشعب وتعاونوا مع الدراري، راه ما باغينش نسرقوا، راه ماشي خايفين من الحبس، اقسم بعزة الله لو كون يعطوني دابا 20 عام 30 عام نضربه ديال الحبس، ولا هاد العذاب اللي معذبين، حنا راه دجال معذبين، ما يقوموش بينا، ما يديروش معنا حل يحلوا لي الحدود، نمشي بحالات، اقسم بعزة الله ديفينيتي من البلاد،
اقسم فمي بالله العلي العظيم اقسم لا اله الا الله تديفينيتي من البلاد. ما عنديش علاش غادي نبكي ولا نقول بلادي، عندي امي راني نشوفها ابي الفيديو الله يرحم تتموت هي ولا نموت انا، وربي راه تيشوف فينا علاش انا تجمع الدب هنا. اش غادي نبقى ندير انا؟ الحبس ما تيخوفنيش انا الحبس. ولكن دابا انت عندك بنيتات عندك خصك تكوفري عليهم. هاو ما خلاوكش اصاحبي ما عطاوكش يد المساعده باش تكوفري عليهم، تمشي تخون تمشي للحبس. شحال تقريبا دفعتي من طلب المبادره؟ وعق قهروني قهروني المبادره يا انا نقولها انا ما نخافش نقولها، المبادره اكبر شفاره اكبر نصابه اكبر خوانه، وهذوك الناس اللي مسؤولين فيها اكبر شفاره واكبر ولاد لا ما نقولش كلمه خايبه اكبر شفاره. وتعطيهم الطلب ديالك تبقاو لك انت تبع معانا، سير جيب هاد الورقه جيب هاد الورقه باش نتايا تروفينا ويطلع لك الدم وتقول صافي. ما فهمتي باش ننتحر؟ دابا عمليه انتحار ثلاثه، انا نوريك خويا عمليه الانتحار اللي درت. انا التليفون شاري لي يا صاحبي ها هو في الطاليان، اقسم بعزه الله شي التليفون وراه عارفينو الناس، هاد التليفون شاري لي يا صاحبي في الطاليان هذا، اقسم بعزة الله هاد التليفون اللي راني نقول لك شاري لي صاحبي في الطاليان. انا نوريك خويا باش تعرف الحقيقه فهمت. مسكين تا هو الله يسهل عليه في هاد النار والله يخلي لي بنيات ووليدات. شنو خلاك تنتحر؟ الاولى الشا نضرك الدري وجهو الاولى الشا. انا نوريك الثانيه خويا فهمت، انا نوريك الثانيه فهمت. ها الحياه الحياه شحال من واحد تيقول لك الحياه راه ساهله انا هادي فهمتي، الحياه مو ساهله خويا فهمتي، تعذبنا تكرفصنا ها انت خويا فهمت. يعني الحياه ماشي ساهله، شحال من واحد تيقول لك الحياه ساهله، انا هادي غادي ندير غادي ندير غادي ندير. علاش حاولت تنتحر؟ حاولت نتحر ثلاثه المرات، راني نوريك انتحار الاخر، نوريك انتحار الاخر. ها هو كنت باغي نخشري خشيت جنويه كنت باغي نقشر راسي. انتحار الاخر شربت عاوتاني دوك الصاط شي ديال الفار. انتحار الثالث الدراري فرقعوا عليا الباب حيدوا لي القنبه من واحد العود كبير. انت انتحرتي فاش خلي بنيتك فاش خلي مدام ديالك؟ صافي راه تتسالي هنا تتسالي الامور ديالك صافي، تقول ما كاع البيبان تسدوا عليا فهمتش. ولكني انتحار ما تنقدوش نبكي، وانا راه ماشي تشوف تي في او ما قديتش نديرها والله ما قديت نديرها ما ترضاوش. حنت الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اليد العليا احسن من اليد السفلى، ولكن دعاتني الضروره وشي اصدقاء بحال خوتي قالوا لي يونس راه كاينين الناس يتعاونوا مع الناس، شوف لا شونس ديالك وربي راه سما ربي راه تيشوف. النمره ديال التليفون ولا التليفون ديالك ولا الناس دابا الناس باش الناس اللي كان شي مساعده راه كاين الناس ديال الخير، بلادنا راه بلاد الخير، بلادنا احسن بلاد انا تنقولها وتنعاود نقولها واحسن شعب ولكن البلاد ديالنا الحكومه ديالنا ما موفراش ما موفراش. تشوف دابا الزنقه باللي ناعسين عباد الله في الزنقه، بلاد مشي ينعس في الزنقه شهر شهرين تيتسطا. النمره ديالك النمره ديالك التليفون باش تحطها. واخا خويا اسمح لي راني جبده. اشتك لا اله الا الله. ثم كتشوفوا هذا السيد هذا سجين سابق تكرفص اللي ما دوز بزاف ديال الحبس، يعني عنده وليدات تجد البنيات الله يخليهم ليه، الزوجه ديالو صابره معاه قال لك دابا كيبيع حوايجو باش ياكل، ما بقاش بغى يدير الحرام ما بقاش قد عليه. قال بزاف المحاولات ديال الانتحار ما نجحوش ليه، وقال لك هذا الشيء كيدفع لطلبه المبادره ما غير شي 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 خدمه ديال تسترو تستر وليداته. باغي نقول لك واحد الامور اخرى، بغيت تسترو تستر وليداته. الخدمه بغى يقلب عليها باي طريقه غير يبعد الحرام ما غير المبادره، شطي غير شي موتور اللي يعاون في راسو وعاون وليداتو. النمره ديالك وهي النمره ديالو غنحط لكم في كومونتير باش الا كان شي مساعده الله يجازيكم بخير. اخويا كان واحد السيد واحد السيد ما غاديش نجبدو حيت هو فاعل خير ود الناس ود عائله الله يجعل ربي يسهل عليه والله يخلي لي صحيح شو تتوجه معايا لواحد المبلغ مالي اللي عطاه لي ودرت تركيا. ها هي درت تركيا ومشيت لتركيا مشيت لتركيا اللي ثلاثه جوج مرات وتكرفصوا علينا هذوك القوة هذوك العسكر ديال الغابه وحيدوا لينا حوايجنا. المهم لقيت اعتداءات بزاف، مشيت باغي نحرك باش نبدل حياتي باش نبدل حياتي وخليت بناتي وباش نبدل حياتي
فهمتيني ونغير الحياه ديالي انا ووليداتي فهمتيني. حنت الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك انا ما عجبتكش المدينه اللي انت فيها او البلاد بدل هاجر. درت واحد المحاولات وتكرفصنا واحد الدري من هذا المنبر عارف راسو الله يجعل ربي يسهل عليه راه هو اللي قام بالمبلغ اللي عطاني وقف معايا مسكين وداني لتركيا الله يشافي ليه ميمته والله يجعل ربي يسهل عليه كان ولد الناس وباقي ولد الناس والله يسهل عليه في هذا النار والله يخلي ليه وليداته والله يجعل ربي ييسر امره. بالنسبه بالنسبه ليا انا تنقول ما بغ... انا تنطالب غير بشي حاجه نتلاها فيها موتور او فهمتيني هادشي اللي تنقول انا فهمتيني موتور ندير فيه شي حاجه ونخدم هنايا ونبقى حدا بنيات هذا هو. امال انا الحرام ساليته انا الحرام وخا يعطوني الحرام ما ناخذو. اذا مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا هاد الشخص هذا سجين سابق اللي تكرفص ضرب الحبس عانى معاناه من هو كان صغير من اللي حل عينيه مشاكل ديال الدار خرجت عليه هويا اضطر يخرج للزنقه اضطر يبات في الزنقه بسبب هاد الزنقه هادي دخل الحبس. قال لك في الاول ظلما وعدوانا من بعد عرف انه بداك السبب ديال بداك الظلم خرج ليها الطريق ولا كيسرق ولا كيدي ديال الناس عاش في الحرام حتى عيا ضرب الحبس حتى عيا واخا تزوج بقى كيسرق ولكن باش يوكل وليداتو في الاخر هذا الله. حاول ينتحر ثلاث المرات ما صدقاش الانتحار حاول يهاجر ما صدقش الهجره ما يخدم في بلادو دفع طلبات المبادره ما قبلوش ليه. يعني دابا الحل الوحيد اللي عنده كيوكل وليداتو هما الحوايج اللي عنده الا قادهم شنو غادي يبيع الحوايج اللي لابس ما يمكنش غادي يخرج ولادو للزنقه ما يمكنش السيد جاي غير كلاب الصنداله باع سبرديتو كما سمعتوا دابا. يعني لا اله الا الله محمد رسول الله هالنمرة ديالو كنعاود نذكركم راه حنا حطيناها في الكومونتير راه هي غتبقى تماك. اللي عنده شي مساعده لهذا السيد هذا الله يجازيكم بخير يعاونوه نعاونوا بعضياتنا راه كيما ربي بغى ينتحر ثلاث المرات وربي خلاه في الحياه. يعني كاينه واحد الحكمه كاينه واحد حنا عندنا الانسانيه حنا كمسلمين كنعاونوا بعضياتنا على وجه الا ما كانش غير على وجهه هو وما عذرناش هو اللي غالط هو اللي ولكن غير وجه دوك الوليدات اللي عنده دوك البنيتات حيت لا كفر عليهم وعاونهم المستقبل ان شاء الله يعوضوا ليه كل شيء. هو عرف بالغلط ما بقاش بغى يدير الحرام بغى يعاون وليداته. اذا الله يجازيكم بخير عاونوا هذا السيد هذا راه كنذكركم نمرة التليفون راه كاينه اللي عنده شي مساعده اللي شي خدمه فاش ما كان انسان غير ما يبعد من الحرام كما كتشوفوا كيبيع حوايجو غير يخدم غير نعاونوا بعضياتنا وهذا الشيء اللي كاين الاخوان. انطلقوا ان شاء الله في بث اخر والى اللقاء.